اختتمت بطولة عجمان للبادل تنس في نسختها الثالثة والتي نظمتها دائرة التنمية السياحية في عجمان على مدار 4 أيام، بطولة تهدف إلى منح اللاعبين الموهوبين محلياً فرصة التنافس مع لاعبين مميزين قادمين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في تلك التجربة الرياضية. منافسات البطولة تضمنت عدة فئات خصصت حسب المستويات والأعمار، إضافة إلى الفئتين سي ودي للرجال بجانب الفئة المفتوحة سي للنساء. والحمد لله، يعني لا يخفى على الجميع أن الرياضة والسياحة الرياضية تشكل عنصر مهم في استقطاب السياح والزوار لأي جهة كانت في العالم، وحرصنا في دولة الإمارات وحرصنا في إمارة عجمان تحديدا على أن نضع اسم الإمارة على الخريطة الرياضية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي تقريبا 6-7 سنوات اللي مضت استطعنا والحمد لله أن نخلق اسم لإمارة عجمان في استقطاب الأنشطة الرياضية هادفة، والتي تهدف إلى الأنشطة المجتمعية والرياضة الفردية والرياضة الجماعية. ختاماً، فاز بالمركز الأول لفئة بي راشد عبدالله العلي وعلي داواني، وحل في المركز الثاني للفئة نفسها الثنائي عبدالله الأهلي وأريا روغاني. وفي الفئة سي حصل الثنائي أحمد علي وبلال جوريني على المركز الأول.